أشاد وفد من مكتبة الكونغرس الأمريكي بالقاهرة بجناح المجلس القومي للمرأة في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا ويواصل المعرض استقبال محبي الثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية. وشهد مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات. واصطف زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام.